فعلا كيف قلت كان واحد العمل يعني دؤوب في إعداد يعني البرمجة اللي احنا بصددها، وهذا العمل كان تشاركي بكل المقاييس، يعني أتكلم عن يعني اللجان الدائمة، أتكلم عن المجالس المنتخبة بالجهة، أتكلم كذلك عن العمال السادة العمال وكل يعني الأطراف المعنية بالتنمية الجهوية، كلها كانت يعني عند واحد المشاركة بشكل أو بآخر في إعداد هذا البرنامج اللي أعتبره هو برنامج أولي، لأن البرنامج الحقيقي سيكون هو يعني نتيجة الدراسة اللي غادا سنتعلق ديال إعداد البرنامج الجهوي للتنمية لفترة 22-27. فاحنا باش ما نبقاوش جالسين خدمنا على المحاور الأساسية ديال البرنامج القديم اللي هو 2016-2021، وخرجنا منه لهني أهم البرامج اللي يمكن ننطلقوا فيها، واللي أنا أكيد أنها تكون كذلك مندمجة مع البرنامج الجديد. شنو هما هاد المحاور هادو؟ هي محاور كتعلق بالتشغيل والاستثمار والتنمية الاقتصادية، محور كذلك يتعلق بالجاذبية ديال المجال الجهوي والحد من الفوارق المجالية، محور يتعلق بالتنمية ديال القروية، ومحور آخر يتعلق بالبنية التحتية. هذه المحاور شملت تقريبا 54 نقطة أو مشروع، من ضمنها 44 اتفاقية وعشرة ديال النقاط اللي هي ليست موضوع اتفاقيات، بل هي يعني فيها واحد خاصة اتفاقية إطار أو 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 يعني إمكانيات مباشرة ديال الجهة. والتكلفة ديالها هي حوالي 3 ديال المليار ديال الدرهم اللي تم الآن برمجتها، واللي فيها 1.3 مليار ممولة من طرف الجهة، وحوالي 2 مليار مليار و 700 عفوا اللي هي ممولة من طرف الشركاء. دونك احنا عندنا ثقة كاملة على ان هذا البرنامج ان شاء الله ماشي غادي يحاول يكون بادرة طريق جديد للتنمية داخل الجهة. وهو كذلك انا بغيت ناكد عليه من خلال هذا البرنامج هو ان الإشكالية الان ليست إشكالية إمكانية مادية، هي إشكالية قدرة على الإنجاز، والقدرة على الإنجاز هي قدرة بشرية وقدرة مصدرية. اذا يعني عبأنا الكفاءات البشرية داخل الجهة، وأتكلم عن داخل الجهة بكل مكوناتها، ليس مجلس الجهة فقط بل كل المكونات، وإذا كانت هناك يعني مساطر اللي غادي تساعدنا وتمشي بسرعة، فأظن أننا غادي نقدروا بحال اللي قال الأخ نخرجوا يعني بالجهة الأعلى الأعلى البحار إن شاء الله باش تمشي بعيد، لأن هي جهة هي قاطرة ديال الاقتصاد وقاطرة ديال التنمية ديال المغرب، وبغيناها تبقى كتحافظ على هذا الدور وتلعب دور طلائعي على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد القاري.